بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع غادي نتكلموا على فوائد القرفص. هذا هو القرفص، فيه انواع، فيه الحجم اطول، فيه مثلا هذا مثلا نمشي لاوروبا كنلقى واحد ديال القرفص لي اطول من هذا. السبب هو اختلاف التربه، المناخ، على حسب كل ارض كديره. فهذا القرفص من النباتات العطريه التي لها رائحه شديده وقويه، يعني ملي كتشمو كتحس بديك الرائحه القويه ديالو. وهذا القرفص راه من الخضروات التي تؤكل اما نيئه او مطبوخه، بغيتي تاكلو خضار او بغيتي تاكلو طيب كما كنقولو. تؤكل الاوراق، تؤكل السيقان، تؤكل الجذور، تؤكل البذور، فوائد كثيره جدا. والسبب في هذا المقطع هو بعض الناس اصبحوا لا يعرفون هاد الخضره اللي كتسمى القرفص، هذا النبات ما عارفينوش. وحتى انا سالتكم مثلا قلت لكم سؤال، اخر مره كنتي فيها القرفص؟ ربما لم تتذكر. اخر مره مثلا حنا مشهورين بالحريره، اخر مره شربتي الحريره فيها القرفص؟ غتقول لي مده او ربما في رمضان او كذا، ولكن يجب عليك ان تعلم ان القرفص على الاقل مره في الاسبوع مهم جدا، لان القرفص هذا من القديم. غادي نهضروا نتكلموا على الجدات كيف تعاملنا مع القرفص، ونتكلموا عليه العلم الحديث ماذا يقول في القرفص. كيقول انه غني بالعناصر الغذائيه، فيه الكالسيوم، فيه الحديد، البوتاسيوم، فيه الكربوهيدرات، فيه الماده الهلاميه ديك اللي موجوده في الصبار، اللي موجوده في الدرقه، واللي موجوده في ذاك اللي كنسميوه هذيك الملوخيه. وتكلمنا على المادة الهلامية المهمة لصحة الإنسان. في عناصر مهدئة، في فيتامينات، في فيتامين أ، وفي أحماض أمينية. فنقربوا الصورة حتى نتعرف على القرفص. القرفص يقوي المناعة لأنه يحتوي فيتامين سي. واحد القضية فيه البيتا كاروتين، انتم كتعرفوا أن البيتا كاروتين موجود في الغالب في الخضر والفواكه اللي عندها اللون الاحمر، ولكن هنا القرفص فيه البيتا كاروتين، ومفيد في الوقايه من التهابات المسالك البوليه، يعني الكلية، يعني الاطربه العالقه، ما يتعلق بالجهاز البولي. ايضا هذا القرفص عليكم بتناول القرفص، راه يعالج الارق لانه يخفف من الاجهاد، ومهدئ للجهاز العصبي لانه كيحتوي المغنيسيوم وكيحتوي مواد مهدئه. موجود في الاسواق مثلا هنا، انظروا درهمان يعني تقريبا خمس الاورو، ومفيد لانقاص الوزن. الناس من يريد التخسيس، من يريد ان ينقص من الوزن ويريد ان يحارب السمنه، فعليه بتناول القرفص، لان القرفص عنده ديك السعرات حراريه منخفضه وغني بالالياف. دائما ملي كتكون عندنا سعرات حراريه منخفضه والياف موجوده فمفيد للتخسيس. بالنسبة للقرفص ليس وجبة، ونقول مثلا نقول ناكل القرفص كوجبة أو مثلا نعتمد عليه كوصفة، لا، ندخلو في النظام الغذاء ديالي، يكون النظام الغذاء ديالي يكون متنوع، قلنا أنه يمنع الخراف والزهايمر، والجدات ديالنا منذ القديم كيديروه لينا في الحريرة، وتصوروا حريرة بلا كرافس كيدير هاد الحريرة. فكانوا كيديروه في الحريره، يمكن لينا نديروه في الشوربه، يمكن لينا ناخذو نقطعو القليل منه ونرشوه على الشلاطه اللي كنقولها الشلاطه لا هي، ولا داك اللي كيتسمى المعدنوس. يمكن لينا نطبخوه مع الرجله، مع الخبيزه، مع عند مثلا شي السمك او تبخيري السمك المشوي او البخر، نستعملو هاد القرفص. وهذا القرفص راه مهم جدا ورخيص، وينظف الجسم من السموم. لماذا ينظف الجسم من السموم؟ لانه مدر للبول، وايضا خافض لنسبه الكوليسترول. هذا الشيء قالته ابحاث علميه راجعناها وبحثنا وعطيناكم. الانسان هو اللي يفيد الاخرين وملين، يعني الناس اللي كي عندهم مشاكل ديال الامساك فهذا القرفص ملين. ودائما القاعده الافراط في الشيء لا، الشيء إذا زاد عن حد انقلب إلى ضده. مرة في الأسبوع كافية، إلى مرتين في الأسبوع، أو مثلا مرة في المهم على الأقل ثلاثة مرات في الشهر. وبالنسبة لعصير القرفص، كناخذ هذا القرفص
ناخذ هذا الصقار قليل من الاوراق ونغسل مزيان لان هذا الكرفس كيحتوي مبيدات الحشرات. نغسلو جيدا ونقطعو. واحد القضيه، الكرفس راه من النباتات يعني اللي لم تتعرض للتعديل الوراثي، راه باقي طبيعي مع راساتو، سواء كان هنا قزامي او اطول راه جيد. ناخذ هذه العيدان وقليل من الاوراق ونقطعها ونغسلها. مثلا ناخذ مثلا هذا، هذه الكميه مثلا على حسب الحجم ديال العصير اللي باغي، عدد الكؤوس كذا. ناخذ هذا نغسله جيدا. وتفاحتين، واحد جوج تفاحات، ومثلا واحد ثلاثه الجزرات على شفتها، وضعهم في الخلاط ونضيف لهم واحد الماء على حسابك وعصر في الخلاط. طحن داك القرفص والجزر والتفاح، ايضا نضيف عليه واحد ربع كاس ديال الليمون على حسب، وايضا عصير برتقال، شي برتقاله متوسطه الحجم نعصروها ونضربوا داكشي في الخلاط. وهناك من يقوم بتصفيته، او لا بغيت تصفي تشربوا كسائل عصير، او مثلا لا تصفيه وتاكله مثلا بالملعقه، فمفيد جدا، مفيد جدا. وهذا الكرفس راه معروف في المغرب، كاع الدول المطله على البحر الابيض المتوسط عندنا مشهور، عندنا في المغرب موجود، في تونس حتى الجزائر موجود فيها، موجود. فهذه النبته من الافضل تستهلك في فصل الشتاء. علاش تكلمت عليها؟ لاننا مقبلون على فصل الشتاء، فصل الشتاء نديروها كما قلنا في الشوربه في الحريره فاش ما عجبك. وقت البرد راه مزيان، وفي الصيف كي مع هو سخون شويه، هاد النبته شويه سخونه، يعني الانسان لا كان في الصيف كيجي النوم وكذا، وربما الانسان تناولها في الصيف وخاصو يخرج يدير القبعه على الشمس، هو سخون والظروف فوق الشمس، هذاك الشيء كيبقى يعني واحد النبته اللي تحبب وجيده في فصل الشتاء وفي الفصل البارد. وقلنا هاد النبته لم تخضع للتعديل الوراثي، باقي ما يعني باقا طبيعيه، وعلى الاقل مره في الاسبوع. وكيعالج الودمه بالدال، فوق منها نقطه الودمه. فشي وحدين كيكون عندهم احتباس الماء كتلقى رجليه منفوخين، هو منفوخ الماء محبوس فيه، فهاد الكرفس جيد لهذا الشيء ديال الودمه. والناس اللي فيهم ديك الودمه ملي يكونوا ما يوقفوش بزاف، وتا كانوا جالسين يرفع رجلو قليلا. والودمه على حسب التشخيص ديال الطبيب، ولكن الودمه اللي مشهوره ديال الاحتباس الماء، فهاد الكرفس مفيد جدا. ومره اخرى لا ناكل الكرفس ولا نخرج لحر الشمس، هذا في الصيف. اما هو يؤكل في الافضل في وقت فصل الشتاء. اذا مره اخرى ناخذ الكرفس نغسله جيدا، لان كتكون فيه الغبار وكذا كيكون كيستعملوا مع مبيدات الحشرات، الرائحه ديالو قويه. ناخذ الكرفس، راه كاين الانسان اللي غادي يدير العصير ديال الشخصان او ثلاثه على حسب. فخذ الكرفس، خذ التفاح، خذ الليمون، خذ البرتقال، خذ الجزر، اطحن الكل في الخلاط، اضيف يعني ضروري من اضافه الماء، فهو عصير صحي. والبعض كيسمي عصير الملوك، لا، وهنا كيولي عندنا واحد تضخيم الاشياء. عصير ليس بوجبه، لا تعتمد عليه كوجبه، لا تعتمد عليه كوصفه، فيه عناصر غذائيه مهمه لجسم الانسان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.